بسم الله، راح نبدأ أول شيء. في حد سأل إنه كيف نعمل الجدران هذه. الجدران هذه بسيطة، يعني مش محتاج لها كثير أشياء، هي عبارة عن ماتيريال أكثر شيء يعني نعملو فيه. مهم، بسم الله نبدي. نعمل بوكس عادي، الله يرتفع أي شيء، مشكلة جهون شيدت. تمام، نبدي نحاول كفرت ايرتبل بودي، بس هذا شايفه كثير يعني رسمكو كثير، نصلي رسمك شوي. تمام، روح هلا يعني صغر الشكل، نضبط الشكل زي ما بدنا. نعمل هون كونكت ليش هذا الشيء، نروح على بودي بنز، نعمل هون اكسترود، اكسترود بها بعديها نضيف ايدجز كثيرة. سوري مش اكسترود، كونكت، نروح التاب فيو، نعمل الت اكس عشان نقدر نشوف الجوا، نختار هذول، نعمل كونكت الثلاثة مش مشكلة. هلا نروح على الفيرتكس، نرفع لفوق هيك. سوري نضبط هون الفيرتكس، يعني نحاول نجيب الشكل اللي هو هو. تمام، بعديها هون كمان نعمل كونكت لهم، ثلاثة أربعة ما يهم، بس عشان حنضيف احنا بعدين يعني تربص مثل مش مشكلة هلا يعني. تمام، نرجع Alt X و بعديها نروح على نختار، بدنا هون كمان عشان نعمل التربص مثل ما يخرب الشكل، فنروح على هذا ونروح على Ring ونعمل لهم كونكت ستة مثلا مش مشكلة. بعديها بس نشنفر الأجهزة اللي هون، نشنفرها بشي بسيط، نعمل لوب، نظل نعمل لوب كل شوي. هلا نختارهم كلهم اللي ولا مش محتاجين احنا عشان بالشكل، بس اذا بدكم يعني تعملوه اعملوه، بس انا بعطيكم البيسكس انه كيف تعملها بالشكل، ومش صعب كثير، في اكثر من طريقة يعني، بس انا شفت هذه اسهل الطريقة. نجيب نجيب شكل قريب من اللي بدكم اياه، ف ثواني بس. شنفر شنفر هون من الجهة، شي بسيط يعني مش هيك هيك. تمام، حط شوية ايد زيتو. تمام، بعدين نحط موديفاير اسمه تيربو سموث، انا عشان بس يزودون السيجنس. بعدين نرجع هذا كونفرت تو اديتبل بولي. تمام، بعديها في شيء اسمه جرافيك مودلينج تولز، هتلاقوه في 2012 و2014 2011 يمكن موجود، ما اتذكر يعني ما منزل نسخه. مهم، بعدين تروح على فريدوم من هون، اذا بدكم كيف تطلعوه تروح على شو يونت، هتلاقي شو ريبون اتوقع. شو ريبون، تمام، من يطلعكم على فريدوم، بوش اند بول، ونبدي نبدأ من هون. خلي مثلا هذه نص ونخليها 10، ونبدأ يعني مش هيك، خليها مثلا 5. تمام، يعني العب في الشكل. يا الله
بعدين ممكن نقلل مثلا، أو نزود هون 20، 20 مثلا، نحط شيفت، لا سوري هيك كثير، بعدين مثلا سوري 2، ندوس شيفت، نعمل هيك. هذا الشيفت يعطي ريلاكس وسموث أكثر للشيبس. في طرق يعني يستخدمون زيبراش، برنامج زيبراش، بس يعني ذاك شوي معقد البرنامج أكثر، بس سهل يعني تتعلمه. بس يعني هم هلا ضافوه على الماكس، على الماكس، فشوي سهلت أكثر. نعمل نويز كمان فيها. ممكن يعني لحد ما توصلوا الشكل هيك يعني عشوائي. انا بضغط شيفت عشان يعطي سموث اكثر. ريلاكس يعني ريلاكس، مش بس نقلل مثلا في عشان ما يخرب. نرجع على بوش، خلي على 1، نرفع شوي. أنا بعمل هيك بس عشان بعطي انتعاجات. بعديها يس تمام. بس المهم بعديها هنروح هون على ماتيريال، نعطي الماتيريال عادي هون، وعلى بيت ماب مع الصورة. طبعا الصورة نزلت من السي جي، من هذا الموقع سي جي. هو كان في واحد طالب هالشي فأعطوه الصورة، هتلاقوها موجودة في الكومنت. مهم بعدين أنا عملت الفوتوشوب، عدلت شي بسيط عليها هون تمام، بس يعني قصيت وهيك. عملت عشان بعمل بومب وال بومب وال شو اسمه ونسيب لي اسمهم. نضبط الشيب، تمام. شوف كيف شكل هيك، هيك تمام. بعديها نروح على الرفلكت تمام، وانا يعني حطيتهم كلهم على نفس الريفلكت، مش مشكلة. ثمانية لا انت اربعة تمام، 16 هون نحط 3، ماشي تمام. ناخذ كوبي الصورة نحطها في البومب وفي الديسبليس. بس بدي اخليها مثلا 50 او 25، مش مشكلة، نخليها 50 تمام. بعديها نمسح هذا ما محتاجها مع التوب فيو، نروح هون نعمل بلان سكوير بس عشان نربط السنس او شو اسمه الارضية قصدي تمام. نحط كامل الفي لايف بس كده كامل، نحطها هون هيك شفت تمام. بعديها نروح على التوب فيو نعمل لايت بريسان، نحط هنا الصفر بريسان، يعني احنا بس عشان نشوف الشكل.
ناخذ الشكل هيك ننزله ونعمل روتيت. تمام ننزله شوي برجع الكاميرا ماشي. هلا بس الاعدادات من عند الاعدادات على بيها ايش اعدادات انا يعني شفتها كثير حلوة بس كاشي تجريبي فشي سريع اقل كل شيء. Very low. Okay. Staying on the should I be? Render. So render. قريبة للشكل بس ان شاء الله اسمي راندوم يطول شوي عشان بس بليس من هنا توقف الفيديو لحد ما يخلص واشغل من جديد. هو هلا اخذ دقيقة وشوي عشان هذا بس في حاجات زي ديسبليس من هذه كثيرة ماشي ممكن نقللها من هون نخليه مثلا سوري لا هذه البوم سوري وين البوم وين انا اعذروني خليه هون مثلا 10 خليه 50 ماشي تمام هيك وان شاء الله يكون الدرس عاجبكم مع السلامة.